يقول: هل يجوز لعن الكافر المعين؟ هذا محل خلاف بين العلماء. لعن الكفار عموما لا بأس، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين عموما هذا لا بأس، أما لعن فلان المعين فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر مرة ودعا على أشخاص، دعا على أشخاص معينين، وأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عليهم وأسلموا، حسن إسلامهم، فلا يجوز لعن المعين، لأنك لا تدري ماذا يختم له، وماذا يكون، وماذا يموت عليه، قد يتوب إلى الله عز وجل ويصبح من المسلمين.